السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وافتح اللهم لقلوبنا قلوبا غلفاء واعينا عمياء واذانا صماء، واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، وفي الاخره مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اللهم امين. كيف الحال اخوان اخوات؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب، بسم الله. أختي منورة أداء. نعم أنا. طيب أختي منورة، الفعل يحب، ما مضاد يحب؟ أكره. يكره. مرة أخرى. يكره. يكره. أتاو. كاروهايا تكاريتو يكره أو كاروهايا يكره. إني ماضي. يا يكره. يكره مضارع. مضارع يكره. هذا فعل ينجلاين. أوه. بس سما دي كان يكره دي أرتينيا. Yakdobu ya, yakdobu, yakdibu ya. Bukan yakdobu. Baik, akhi Nur Qadim. Naam, Syekh. Yubaghidu. Yubaghidu. Ah, ahsan. Mara ukhra. Yubaghidu. Yubaghidu. Mara ukhra. Yubaghidu. Yubaghidu. Jayid, Masya Allah. Baik, ukhti Aisyah. لبك شيء. ماذا تبغضين من الطعام؟ أنا لا أبغض شيئا من الطعام يا شيخ. ما شاء الله. طيب وماذا تبغضين من المواد؟ أنا أبغض كسنيان لأن موجود موسيقى. ما معنى كسنيان في لغة العربية شيخ؟ مرادفها؟ ماذا؟ كسنيان، أردتم كسنيان؟ ممكن حصة الموسيقى؟ هكذا، يا. أنا أبغض ماذا؟ حصة الموسيقى. حصة الموسيقى. ما شاء الله. طيب أخي أبو رفيف. السلام عليكم. أبو رفيف. كده أداة. طيب أختي الديلا. نعم يا شيخ. أختي الديلا، ماذا تفضلين من المواد؟ أفضل اللغة من المواد. تفضل اللغة على على كل مواد على كل المواد على كل المواد. ما شاء الله. طيب أختي الديلا، هل أنت تعملين؟ لا أنا ربة المنزل. جميل ما شاء الله. طيب أختي فيني، ما مهنتك؟ مهنتي ربة المنزل. ربة المنزل. كم ساعة تعملين في المنزل؟ كل يوم. كل اليوم. مرة أخرى. كل يوم. كل اليوم. كل اليوم. جيد ما شاء الله. طيب أختي وليسا. ناشي.
أنا هل زوجك يعمل؟ نعم هو يعمل. جيد. كم ساعة يعمل في اليوم؟ ويعمل يبدأ في الساعة 7 وينتهي في الساعة 5. يبدأ في الساعة 7 وينتهي في الساعة 5. الخامسة. الخامسة. إذن كم ساعة يعمل؟ Berapa jam dia pergi? Bekerja. Ashrun saat. Masya Allah, 20 jam. Salah ya. Ashrun. 10 jam naik. 10. Ashrun. Ashru sa'atin. Berapa? Ashru sa'atin. Ashru. عشر ساعات. ساعات جيد ما شاء الله. طيب بسم الله. اليوم إن شاء الله سندرس الحوار الثاني. سندرس الحوار الثاني إن شاء الله. هذه إني كتاء كان من بحث الحوار الثاني. الآن أنا سأقرأ. انظر واستمع وأعد. أغلق المايك. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ أنا أدرس الطب في كلية الطب. سأعمل طبيبا إن شاء الله. أنا أدرس الطب في كلية الطب. سأعمل طبيبا إن شاء الله. أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة. أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة. سأعمل صيدليا إن شاء الله. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض. سأعمل ممرضا إن شاء الله. أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة. سأعمل مهندسا إن شاء الله. أنا أدرس الطيران. أنا أدرس الطيران في كلية الطيران. سأعمل طيارا إن شاء الله. سأعمل طيارا
إن شاء الله. أنا أدرس التربية في كلية التربية. سأعمل مدرسا إن شاء الله. طيب هلا والأخوات، هذا الحوار بين الطلاب، حوار إني دي أنترا الطلاب، بين الطلاب، الطالب الأول، طالب يعني برتما، الطالب الثاني ينكي دوا، الطالب الثالث ينكي تيجا، الطالب الرابع ينكي بات، الطالب الخامس ينكي لما، الطالب السادس ينكي نام. إذن هذا الحوار بين الطلاب. طيب نقدم، الطالب الأول يسأل ماذا يقول؟ يقول ماذا سنعمل بعد الدراسة. إذن هو يسأل ماذا سنعمل بعد الدراسة. مرة أخرى. هو يسأل اسألوا ماذا سنعمل بعد الدراسة. طيب ini artinya apa yang kita akan lakukan setelah pelajaran. Jadi mereka belajar di kampus ya atau di sekolah, dan at-talibul awal bertanya ke teman-teman dia apa yang kita akan lakukan setelah pelajaran. Mada sana'amalu ba'da dirasati. Baik. Kalau saya bertanya, lau ana as'alu ukhti Aisyah, labbaik, mada sata'amalina ba'da dars. Apa yang kamu akan lakukan setelah pelajaran? Ba'da dars. Ha. Ana أدرس التربية في كلية التربية. بوكان أنتي أنتي. أه. كمو. بعد الدرس نحن ندرس اللغة العربية الآن. نعم. لجر بحث عرب. دان. ستله درس جام نام. نيمة بلاس. منت. أبين كمو أكل لكو كان. Ana saurattib saurattib albaita. Saurattib albait. Jayid, masyaallah. Baik, is'ali ukhti Munawwarah. Ukhti Munawwarah, madza ta'malina ba'da? Madza sata'malina? Astagfirullah. Afwan, sah. La bas. Ukhti Munawwarah, madza sata'malina ba'da درسي؟ أنا أذهب إلى الشركة. سأذهب. وسأذهب إلى الشركة. جيد ما شاء الله جيد. طيب أختي منورة اسألي أختي الديلة. ماذا سيعلم يا أختي؟ ماذا ستعلموا بعد الدراسة. ماذا ستعملوا بعد الدرس؟ tapi أختي الديلة، أختي الديلة مؤنث يا أختي منورة. jadi bagaimana؟ ماذا ستعملين بعد الدرس يا أختي يونس؟ سأقرأ الكتاب. Taban. Jayid. Baik. Kalau saya bilang sa'adhhabu misal ila as-suqi. Mara ukhra. Sa'adhhabu ila as-suqi. Sa'adhhabu ila as-suqi. Ila as-suqi. Baik.
إذن هو يقول ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ الطالب الثاني يجيب، الطالب الثاني يجيب، ماذا يقول الطالب الثاني أخي أبو رفيف؟ الطالب الثاني يقول أنا أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا إن شاء الله. جيد. إذن إخوان أخوات، الطالب الثاني هل هو طبيب الآن؟ لا. 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 إذن أخي أرينتو، نعم، هل الطالب الثاني يعمل الآن؟ لا، هو يدرس. أين يدرس؟ يدرس في كلية الطب. هو يدرس في كلية الطب. هل هو سيعمل مهندسا يا أخي فرمان؟ لا، هو سيعمل طبيبا. هو سيعمل طبيبا. جيد، ما شاء الله. طيب، من درس في كلية الطب من الإخوان أو الأخوات؟ الطالب الثاني. بوكان، دري إخوان أخوات. سيابا يان لجر دي كلية الطب. إخوان. إخوان أتوا أخوات. إخوان. إذن الطالب الثاني درس في كلية الطب. إذن إخوان أخوات، كلية الطب، كلية الطب، من يدرس في كلية الطب أختي الدلاء؟ الطالب الثاني. زين، مثال، هل المعلم يدرس في كلية الطب؟ لا. إذن أختي رانيا، من يدرس في كلية الطب؟ الطالب الثاني. هل الطبيب يدرس في كلية الطب أو المعلم؟ يدرس. الطبيب. يدرس. الطبيب يدرس في كلية الطب. فيها أو في كلية الطب. إذن الطبيب يدرس فيها. إذن كلو سايب لان، الطبيب يدرس في كلية الطب. طيب، وأين يعمل أخي فرمان؟ يعمل في المستشفى. إذن ويعمل في المستشفى، ويعمل في المستشفى. إذن الطبيب يدرس في كلية الطب ويعمل في المستشفى. في المستشفى. جميل. طيب، هذا الطالب الأول أو الثاني؟ الطالب الثاني. الطالب الثاني. زي طيب، بعد ذلك أخي بو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا يقول الطالب الثالث؟ الطالب الثالث قال أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا إن شاء الله. جيد. أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا. طيب، أين يعمل الطبيب أخي بو؟ أخي بو؟ يعمل في مستشفى. في المستشفى. مرة أخرى. يعمل في المستشفى. جيد. طيب، مثال، أختي رانيا، مثال، لو أنا مريض، كلو سيا ساكيت، لو أنا مريض،
Aina adhabu? Di mana saya pergi? Aina adhabu? Ila al-mustashfa, Syekh. Adhabu ila al-mustashfa, sahih? Jayid. Baik. Ya, Syekh. Jayid, masyaAllah. Ukhti Aisyah. Sahih. Man ya'malu fil mustashfa? At-tabibu ya'malu fil mustashfa. Jayid, masyaAllah. Baik, jadi kalau saya sakit, saya akan pergi ke rumah sakit. Kenapa? Saya akan bertemu dokter. Baik. Kemudian, apakah dokter kasih saya PR? La ya, Syekh. Aha. Mara ukhra. Ikhwan akhwat. Kalau saya bertemu dokter, ya, dan dokter lakukan cek, ya. Kemudian, dia kasih saya apa? Resep. Ah, obat ya, obat. Ya? Naam. Ah, obat di bahasa Arab dawa. Apa? Dawa. Alhamdulillah. Baik. Ana ashtari ad-dawa'a min as-suq, saya membeli obat dari pasar. La. Mungkin saya beli obat dari Pasar Minggu di Jakarta? La. Baik. Ana ashtari ad-dawa'a min Alfamart? La. Baik. Ana ashtari ad-dawa'a min al-masjid? La. La ya Syekh. As-su'al, min ayna ashtari ad-dawa' ukhti Munawwara? Dari mana saya bisa membeli obat? Dari mana? Apotek. Min? Min apotek. Ini namanya saydaliyatun. Mara ukhra? Saydaliyatun. Mara ukhra? Saydaliyatun. Apa saydaliyah? Apotek. Apotek atau dukan, toko, dukanu dawa, toko obat, ya, dukanu ad-dawa, ya. Baik. Jadi, ukhtirannya, kalau saya bertanya, min aina ashtari ad-dawa? Ashtari ad-dawa ila saydaliyah. Min. Mara ukhra? Di mana kan ya, Syekh? Ashtari ad-dawa min. Oh iya ya, min. Ashtari ad-dawa min saydaliyah. أشتري الدواء من الصيدلية. من الصيدلية. جيد. أشتري الدواء من صيدلية. Kalau yang di khiwar itu kan soidalian ya, Syekh. Itu apoteker atau itu apotek? Ya, sebentar ya, sebentar. Oh, di khiwar dia bilang sa'amalu soidalian. Apa artinya? Ikhwan akhwat. Mihnah. Ya, ya, sebentar. Ikhwan akhwat. Ana adhabu ila al-mustashfa. Saya pergi ke rumah sakit. Dan siapa bekerja di rumah sakit? Man ya'malu fi al-mustashfa? Tabib. Sahih? Sahih. Baik. Baik. Ana adhabu ila al-saydaliyah. Man ya'malu fi as-saydaliyah? Siapa bekerja di apotek? Siapa? Saydaliyun. Ini namanya saydaliyun. Daliyun. Oh, ini orang yang bekerja di apotek atau yang menjual obat. Ya. Saydaliyun. Ya, ukhtirannya?
Saydaliyun ha ya'malu dia bekerja fi saydaliyah. Aha, fi saydaliyah. Masyaallah. Saydaliyun ya'malu fi as-saydaliyah. Baik. Misal, misal. Kalau saya bertanya أختي الديلا أنت صيدلية لا سمتار إني كلو سامن باتشا سؤال إني أوه. هل أنت صيدلية أستاذ إني صيدلية أبوتك بجمانا سا أبوتك إني مؤنث دريكة صيدلي Saydaliyatun. Tapi artinya artinya beda. Kenapa? Karena saydaliyatun tempat. Dan kalau saydaliyatun perempuan dari kata saydaliyun, saydaliyatun juga. Tapi artinya beda ya. Jadi, hal anti saydaliyatun maksudnya bukan kamu, apakah kamu apotek, bukan. Apakah kamu orang yang menjual obat di apotek? Faham? Naam. Hal anti saydaliyatun? La. Ana laisa saydaliyatun. Idhan la. Lastu. Lastu. Saydaliyatan. Lastu saydaliyatan. Saya bukan ya. لستو طي دالية طيب أخي أرنتو نعم شيخ هل أنت صيدلي لا لست صيدليا لست صيدليا أحسنت أحسنت ما شاء الله طيب ما جمع صيدلي صيدليون Apa jam? Sekali lagi. Sawadil. Ah, apa? Masih. Ini jam saydaliyun atau sayadilatun. Saya, oh iya. Sayadilatun. Ya. Jadi, at-talibu tsani, aina yadrusu akhi Firman? تدريب الثاني يدرس في كلية الطالب الثالث الطالب الثالث يدرس في كلية صيدلة صيدلتي دان سيعمل سأعمل صيدليا إن شاء الله هو سيعمل هو سيعمل صيدليا في 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 صيدليةٌ في الصيدلية في صيدليةٍ جدي أخوان أخوات الطبيب هو يدرس في كلية الطب صحيح ممكن سيعمل طبيباً في المستشفى. طبيب. نجار دي كلية الطب دان دي بكرجة دي رمساكت. سيعمل طبيباً في المستشفى. طيب. كلو الصيدلي. ها. الصيدلي. الصيدلي. أختي وليسا. الصيدلي يدرس في كلية الصيدلة صيدلة أبا صيدلة أستاذ إني علم إني علم سما علم الطب ميديسين سما علم ميديسين يا إني صيدلة علم أوبات علم أوبات يا هو يدرس في كلية الصيدلة صيدلة سيعلم سيعمل سيعمل في صيدلية صيدليا صيدليا
fi soidalian. Soidalian. Allah. Dan apa? Saya'malu soidalian fi soidaliyah. Soidaliyati. Zaid, masya Allah. Baik. Kemudian بعد ذلك الطالب الرابع ماذا يقول الطالب الرابع أخي أرينتو؟ الطالب الرابع يقول أنا أدرس التمريض في كلية التمريض سأعمل ممرضا إن شاء الله. سأعمل ممرضا إن شاء الله. سأعمل ممرضا إن شاء الله. جميل. سأعمل ممرضا إن شاء الله. طيب إخوان أخوات الحمد لله كتاب بنيا تيجا كاتا يا الطبيب دي بكدر دي بمساكيت يا دان الصيدلي هو يعمل في الصيدلية يا. طيب كلو الممرض أبا أرتنيا الممرض perawat. Baik. Al-mumarridu. Al-mumarridu ini dia bekerja bersama siapa? Bersama at-tabib atau bersama as-saydali? At-tabib. At-tabib. Baik, alhamdulillah. Idan al-mumarridu ya'malu ma'a مع الطبيب. الحمد لله. ممرض ها يعمل مع الطبيب. الممرض يعمل مع الطبيب. طيب أختي رانيا ما جمع ممرض؟ نتاوشي. ما جمع مسلم أختي رانيا؟ مسلمة. مسلم. نحن مسلمون. مسلم. مسلمون. مسلم مسلمون. معلم. مسلمون. معلمون. بدي ممرضون. أها ممرضون. سيد. ممرضون. إذن ممرضون والجمع ممرضون. طيب هو يقول الطالب الرابع ديا بيلان أنا أدرس التمريض. أبا أرتيني أب تمريض إني علم سما علم الطب علم الطب ميديسين التو علم الصيدلة علم أوبات إني علم التمريض. Apa at-tamrid? Bagaimana kalau saya mau tolong dokter? Ini ilmu at-tamrid. Ya. Idan jadi at-talib ar-rabi' huwa yadrusu at-tamrid fi kulliyati tamridi. At-tamridi. Madza sa'amalu ukhti Munawwara? ممرضة. هو سيعمل ممرضا. مرة أخرى. هو سيعمل ممرضا. طيب أختي منورة كلاوسية بريطانيا مع من يعمل الممرض؟ برسما سيابا. مع الطبيب. مرة أخرى. مع الطبيب. مع هو يعمل مع الطبيب. اها هو يعمل مع الطبيب. مع الطبيب. مرة أخرى. هو يعمل مع الطبيب. ويعمل مع الطبيب. جيد. إذن كلو مع من برسم سيابا هو يعمل مع الطبيب. جيد ما شاء الله. طيب إذن أخي نور قادم السلام عليكم. نعم. نعم شيخ. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله بخير وكيف حالك أنت؟
Alhamdulillah. Kalau al-mumarrid, idan al-mumarrid yadrusu. Al-mumarrid yadrusu at-tamridah. Yadrusu fi, aha, yadrusu tamrid fi kulliyat. Oh, yadrusu fi kulliyat at-tamridi. At-tamridi. Apa artinya at-tamrid? At-tamrid bagaimana bekerja bersama dokter. Aha. Al-mumarridu yadrusu fi kulliyat at-tamrid, ha, dan sayamalu sayamalu ma'a at-tabibi. Sayamalu mumarridan. Oh, sayamalu mumarridan. Naam. Fi al-matar, sahih? Fi fil mustashfa sama. Ah, mara ukhra sayamalu sayamalu mumarridan fil mustashfa. Ah, sayamalu mumarridan fil mustashfa ma'a at-tabibi. Ma'a at-tabibi, ahsant. Sayamalu mumarridan fil mustashfa ma'a at-tabibi. Tayyib, ba'da dhalika اختي اليسا. اذا اختي اليسا السلام عليكم. السلام. انا شي اين يعمل الطبيب اختي اليسا؟ طبيب يعمل في المستشفى. جيد. طيب انا اريد ان اشتري الدواء. انا اريد ان اشتري الدواء. من اين اشتري الدواء؟ أختي يوليسا من أين؟ في أشتري الدواء ديدلة. من؟ من ديدلة. من ديدلة. من الصيدلية. صيدلة. من الصيدلية. أشتري الدواء. أشتري الدواء من؟ من صيدلية. الصيدلية مرة أخرى. من صيدلية. من الصيدلية. جيد ما شاء الله. طيب أخي أبو رفيف. نعم شيخ. أنا أعمل مع الطبيب. إذن أنا معلم صحيح؟ خطأ يا شيخ. أها. أنت ممرض. ممرض جيد. أين يعمل الممرض أخي أبو رفيف؟ هو يعمل في المستشفى مع الطبيب. مع الطبيب. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. طيب بعد ذلك ماذا يقول الطالب الخامس أختي فيني؟ الطالب الخامس يقول أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة. سأعمل مهندسا إن شاء الله. جميل ما شاء الله. طيب إذن أختي فيني. نعم. الطالب الخامس هل هو يدرس في كلية الطب؟ لا هو يدرس في كلية الهندسة. ما شاء الله. أختي الديلا. الطالب الخامس هل هو سيعمل في المستشفى؟ لا سيعمل في شركة. في الشركة ما شاء الله. جيد ما شاء الله. طيب أخي أرنتو. الطالب الخامس هل هو يدرس في كلية التمريض؟ لا هو يدرس في كلية هندسة. الهندسة مرة أخرى. الهندسة. أها. هو يدرس في كلية الهندسة. طيب إذن أختي رانيا مهندس مرة أخرى. مهندس. أها. طيب مهندس أختي رانيا ما معنى مهندس؟ أرسيتك إنجينير. طيب هل أنت مهندسة؟ لا. أنا أنا ربة المنزل. أنا ربة المنزل. جميل ما شاء الله. طيب أختي رانيا أين يدرس المهندس؟ المهندس يدرس في كلية الهندسة. جيد. وما جمع مهندس أختي الديلا؟ مهندسون.
مهندسون. طيب أخي فرمان. مهندسون. من في أسرتك مهندس؟ siapa di keluarga kamu bekerja مهندس؟ ها من؟ ليس أنا شيء أنا أستاذ. آه ما شاء الله. إذن؟ أنا فقط أنا أنا أعمل أنا مهندس. أنا مهندس مرة أخرى. أنا مهندس. جيد. طيب ها من الإخوان مهندس؟ أنا مهندس أيضا. ما شاء الله. تيجا ada tiga ya. إذن jadi أخي فرمان ونور قادم و أنا أستاذ أرينتو. ما شاء الله تيجا. أنا أيضا أستاذ بو والله. siapa بو ini empat ada lagi ya. زيد. طيب إذن لو أنا أقول المهندس يدرس في كلية الهندسة. مرة أخرى. المهندس يدرس في كلية الهندسة. الهندسة. جيد. طيب إذن الطالب الخامس هو يقول المهندس ها يدرس أخي بو في كلية الهندسة. الهندسة. كمديان هو سيعمل سيعمل طبيبا في سيعمل مهندس. مهندس. سيعمل مهندسا. مهندسا. ايوه مهندسا. مهندسا في في شركة. سيعمل مهندسا في شركة. في شركة. جيد ما شاء الله. طيب بعد ذلك أخي أبو رفيف ماذا يقول الطالب السادس؟ الطالب السادس يقول أنا أدرس طيران في كلية الطيران سأعمل طيارا إن شاء الله. أنا أدرس الطيران في كلية الطيران سأعمل طيارا إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. طيب إذن كتطيار. مرة أخرى. طيار. ما معنى طيار؟ طيار هو penerbangan. طيراني. أبا هو هو أبا pilot. Ya tiru motorik. Baik. Baik. Ikhwan akhwat, misal, misal, misal. At-tayyar huwa misal at-tayyar apa? At-ta'irah. Yarkabu. Bukan yarkabu. saya ana arkabu at-ta'irah. Tahu kata kerja drive di bahasa Inggris. Drive. Bagaimana drive? Bagaimana drive di bahasa Indonesia? Mengendarai. Ini di bahasa Arab at-tayyaru yatiru. Yahudu. Apa?
Yaqudu at-ta'irah. Yaqudu at-ta'irah. Baik. Misal. Ana arkabu at-ta'irah aw aqudu at-ta'irah. Kalau saya berjalanan ke Mesir. Ana arkabu at-ta'irah atau aqudu at-ta'irah? Arkabu. Dan at-tayyar yaqudu. Arkabu. Apa? At-tayyar yaqudu at-ta'irah. At-tayyar yaqudu at-ta'irah. Baik. Soal. Ukhti Ulisa. Hal anti تقودين السيارة؟ لا. السيارة نعم. أنا أقود السيارة. نعم بيسيا نعم أنا أقود السيارة. جميل ما شاء الله. طيب نعم أقود السيارة. طيب أختي منورة. هل أنت تقودين الدراجة؟ لا. نعم أو لا؟ لا. لا. أنا. هل أنت تقودين الدراجة؟ نعم أنا. نعم أقود. نعم أقود. الدراجة. الدراجة. مرة أخرى. نعم أقود. نعم أقود الدراجة. الدراجة جيد. طيب إذن إخوان أخوات طيار ما جمع طيار؟ طيارات. لا. طيارون. طيارون. مرة أخرى. طيارون. طيارون. طيب. سؤال. أين يعمل الطيار؟ أين يعمل الطيار؟ ها أين؟ بمنى؟ في المطار. مرة أخرى. في المطار. المطار. الطيار يعمل. الطيار. يعمل المطار في المطار جيد الطيار يعمل في المطار جيد الطيار يعمل في المطار طيب مريان إذن الطيار هو يدرس في كلية الطيران. أبا كلية الطيران. مثال dia belajar كيف bagaimana كيف أقود الطائرة. Ya. كيف أقود الطائرة. إذن يدرس في كلية الطيران سيعمل طبيبا صحيح. لا. سيعمل مهندسا؟ خطأ. سيعمل طيارا. في المطار. في المطار. سيعمل طيارا في المطار. طيب بعد ذلك الطالب الأول ماذا يقول الطالب الأول أخي أرينتو؟ الطالب الأول يقول أنا أدرس تربية في كلية التربية سأعمل مدرسا إن شاء الله. أنا أدرس التربية في كلية التربية سأعمل مدرسة إن شاء الله. إذن أين
yadrusu al-muallim. Kuliyati tarbiyah. Al-mudarrisu ha yadrusu fi kuliyati tarbiyah. At-tarbiyah. Jayyid. Dan sayamalu ya'malu tayyaran fi al-madrasah. La. Mudarrisan. Mualliman. Mudarrisan atau mualliman. Fi madrasati. Fi al-madrasah. Jayyid. Sayamalu mualliman mudarrisan fil madrasah. Baik. طيب اذا اخي ابو رفيف. نعم شيخ. ماذا يدرس الطالب الاول؟ الطالب الاول يدرس التربيه في كليه التربيه. وماذا سيعمل؟ سيعمل مدرسا. يعمل مدرسا. جميل. طيب اختي عائشه، الطالب الثاني ماذا يدرس؟ اختي عائشه gangguan sinyal syekh. طيب اختي فيني، الطالب الثاني ماذا يدرس؟ الطالب الثاني يدرس في كليه الطب. جيد. واين سيعمل؟ سيعمل طبيبا في المستشفى ان شاء الله. طبيبا في المستشفى. جميل ما شاء الله. طيب بعد ذلك تدريب، اقرا راس السؤال اخي ابو رفيف. تدريب اجيب عن الاسئله باختصار. الاول من يدرس في كليه التمريض؟ الطالب الاول. الطالب الاول نعم. bukan تمريض. الطالب الرابع. شيخ الطالب الرابع. طيب اثنان اختي فيني، من يدرس في كلية التربية؟ الطالب الأول يدرس في كلية التربية. جيد. طيب ثلاثة اختي منورة، من يدرس في كلية الطب؟ الطالب الثاني. الطالب ثاني. ثاني. طيب اختي رانيا، من يدرس في كلية الطيران؟ الطيران. الطالب السادس. جيد. اخي نور قادم. نعم شيخ، من يدرس في كلية الصيدلة؟ الطالب الثالث. الطالب الثالث. طيب أختي الدلة، من يدرس في كلية الهندسة؟ الطالب الخامس. جيد. سبعة أخي فرمان، أين هذا الحوار؟ في المدرسة. هذا الحوار في المدرسة. جيد ما شاء الله. طيب أخي نور قادم. نعم سيخ. إن شاء الله إن شاء الله، ابنك طبيب أم صيدلي أم ممرض أم مهندس أم طيار؟ إن شاء الله مهندس ممكن شيخ. مثل أبيه. نعم. seperti ayah dia ya. أو أنا أفضل أحب هو menjadi apa ya menjadi. يكون. يكون أستاذٌ يا شيخ. إن شاء الله. إن شاء الله. هو سيكون أستاذاً إن شاء الله. إن شاء الله. نعم نعم. طيب. لا ما. إن شاء الله. أخي أبو رفيف.
ماذا سيعمل ابنك إن شاء الله؟ والله أعلم شيء. ممكن. إن شاء الله. مثل أبوه وممكن تاجر. مثل أبيه مرة أخرى. لا أبيه مثل أبيه. تاجر جيد ما شاء الله. طيب إذن كلو ساب بلان سيكون ابني دان معلما طيارا مهندسا دان أبسجا سيكون ديا أكان من جدي dia akan menjadi baik sayakunu ibni sayakunu ibni baik kalau saya bertanya akhi arinto madha sayakunu ibnuka akhi arinto sayakunu ibni muhandisan muhandisan baik masyaallah baik jazakumullah khair ikhwan akhwat wa iyyaka anta balizak سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزاك الله خيرا عفوا عفوا